السيل تساوي الشيت دوت سيل رو 3. حد هنا كانت صحيحة وظهرت لنا البيانات. أوكي نرجع لل ننزل تحت العملية الرياضية. دكتور الكود المفروض يكون داخل بلوك الفور لوب وتحت في بلوك ثاني. قصدك هذا؟ لا اللي تحته. وين؟ هذه ثلاثة أسطر. You mean it is under the for loop؟ المفروض تكون under the for loop. هي ما under. شوف طبعا في حاجة هنا أنا ما نبهتكم عليها. الحين أنا سويت على أساس run، ظهر لي على أساس permission denied. هذا معناته أن أنا أساسا لأن أنا فاتحة الإكسل شيت أوكي ولازم أسكرها اللي هي 2. إذا ظهر لكم مثل هذا الإيرور معناته أن أساسا الإكسل شيت أوكي. نرجع أوكي. بالنسبة لهذا الحين أنا طلعت القيم. بعد ما طلعت القيم هذه أنا ممكن إني أنا أستغل هذه القيم على أساس إني تو مثلاً إني أسوي شارت وما أريد إني أسويها مانيولي. ممكن إني أخذ، هو طبعاً ما بست براكتس، بس أنا بأخذ هذه القيم وبسوي إني مثلاً شارت لهذا وشارت لهذا وشارت لهذا. هو طبعاً لوجيكلي ما يصير أساساً، يصير يعني بس ما مستحيل إنك تسوي شارت حق رو واحد، يعني لازم تكون فيها كالكوليشن. بس على اساس بس تاخذوا الفكره العامه كيف انكم تسووا كرييت اللي هو بالنسبه تو هاف اللي هو الاكسل يوز ذا اكسل وكرييت اللي هو الشارت. ارجع فوق طبعا لان انا اساسا اريد احتاج اني اسوي بعض الامبورت نفس الكود. أرجع على أساس أن هنا تحت الإمبورت أضيف اللي هو from open what I need is chart. أوكي فأنا عندي الباكج هذه الموديول هذا from this أحتاج I need to import bar chart import ايضا reference. اوكي طبعا لو لاحظتوا هنا ارجع مره ثانيه بس شوف انا لما اكتب اي حاجه يضح بما اني انا اساسا استخدم اللي هو الباي شارت يسهل لي يعني يعطيني تعليمات. هذا اساسا باي شارت ان اندر اوبن باي اكس اكس ال. وبنفس الطريقه لما كتبت ريفرنس مباشره ظهر لي اياها كل الاشياء اللي تحت الاوبن اوبن اوبن باي اكس ال تظهر لي. اوكي بعد ذلك انا لأني أحتاج أني أضيف بعض الأشياء هنا على أساس بس أني أنا محتاجة أرجع للي هو اللاين تحت قبل السيف. أسجل ريفرنس، لا أسجل الفاليو الجديدة اللي أخذناها أساساً. أحطها على أساس
as a variable a reference to هنا الرفرنس أنا عندي هو الشيت أوكي إنتاج الشيت لازم أنا أحدد الأشياء أساساً على أساس إني أنا أريد أرسم أوكي نبدأها بالمينيموم أرو المينيموم أرو بيكون عندي اللي هو 2 اوكي والماكسيمم ارو طبعا انا ما حددته كتبناها على اساس اتفقنا نحط اساسا اللي هي شيت دوت ماكس ارو اوكي هذا بالنسبه الى القراءات اللي انا الحين ارجع لها كريفرنس الريفرنس الاول اللي هو الرو مينيمم رو عندي اللي هو ال2 هذا الرو اللي هنا هو 2 والماكس حددناها نجي على اساس اللي هو الكولوم الكولوم اساسا اللي هو الرابع اوكي الكولم اللي هو المينيموم الرابع والماكسيموم ايضا الرابع هذا كلها ريفرنس كفاليو انا محتاجتها فاضيفها كلها مينيموم رو اللي هو 2 كوما ماكسيموم رو equal sheet dot max row ثم أن اللي هو المينيمم كولوم اللي هو equal to 4 اتفقنا ثم وأيضا عندنا اللي هو المينيمم الماكس ماكسيمم كولوم واللي هو أيضا 4 وضحت الفكرة هذه الفاليو اللي راح أنا أستخدمها على أساس إني أنا أرسم الشارت. نيجي نعرف variable اسمه chart. أوكي. وراح نستخدم الشارت اللي هو البار chart. نيجي هنا. إذا أخذنا اللي هي chart. dot add data. نأخذ اللي هي value. للشارت هذا اوكي فالباراميتر راح تكون عندي اللي هي الفاليو then what I did I need to do is that اخذ الشيت واضيف اللي هو الشارت لهذا الشيت الفاليو تبعها طبعا اللي هو عندنا الشارت باراميتر تبعها وايضا نحدد وين احنا نريد نرسم الشارت انا ممكن احطه على اساس اللي هو مثلا ارسمه هنا او ارسمه هنا مثلا اخذ مثلا هذا الرو وهذا الكولوم اوكي فعندي انا هذا هنا بتكون هذه عباره عن 2f اذا مثلا قلنا احنا نحطها على اساس انها 2f 2F ونسوي لها run بس أتأكد أني أنا سكرت هذا على أساس ما تسوي لي error مرة ثانية بعد في error دكتور عندي بعد miss spelled word and chart تحت آخر line تقريبا هذا أوكي ما شاء الله متابعين معي بعد في خطأ لحظات وينها بيستن اف تو اف
شوت. أنا عرفت. سوري. F. سوري. F2. جرب مرة ثانية. أنا غلطانة. كتبتها 2F. أوكي. فصارت run. نرجع نفتح السلايدز. سوري. الشيت. Y. Yes. There's. وضحت الصورة؟ نعم. متابعين معي؟ أوكي. في بعض التعديلات، أنا الحين شرحت لكم البيسك. في بعض التعديلات، أنت ممكن حد يجيني أسأل أنا ليش أنا يعني ممكن أريد أسوي بروجرام، بس أنا يعني أريد أي فايل يدخل على هذا السيستم بغض النظر عن الاسم إنه تصير له مثل هذه العملية، وما أضطر إني أنا أحفظ الأسماء وإلى آخره. فأنا ممكن أغير هنا شوي بعض التغييرات عندي في الكود، مجرد تغييرات بسيطة ونحن تعلمناها أمس، اللي هي على أساس اللي هي define the function. نضيف على أساس function في الكود ونغير المسميات. يعني على سبيل المثال هنا أجي هنا def، ممكن أسميها على أساس مثلاً process workbook. filename. أوكي. وأبدأ هنا. طبعاً تعرفوا على أساس إن أساساً إحنا على أساس إنها definition، فهذه الأشياء كلها لازم شوية تأخذ سبيس، فأنا سأظللها كامل، أظلل الكود هذا كامل وأضغط تاب فيحرك لي إياها، إزاحها مرة واحدة. أوكي. طبعا هذه الأشياء على أساس نضيف لكم إياها، نشيلها بس توضح الصورة معاكم. بهذه الطريقة. أوكي. وأغير بما أن خليت هنا file name، أحط هنا file name أيضا، فأي file راح يجي بغض النظر عن الاسم، ما لازم أنا يعني أسجل الاسم، فأحط file name وأحط file name. أيضا بالنسبة للسيف، أنا مو بشرط أني أحفظ في دوكيمنت جديد أو شيت جديدة، أحفظها في نفس الفايل مرة ثانية، يقرأ يعني يكتبها في نفس الفايل. بهذه الطريقة ويكون الكود أساساً بهذه الطريقة، أنا ممكن أستغله في أي مكان في أي حاجة، ما أنه بس على أساس أني أنا أستخدمه إلا برنامج واحد فقط، أو أني كل ما أريد أضطر أني أدخل على البرنامج وأغير المسميات. وضحت الصورة؟ نعم واضح. هذا بالنسبة للأوتوميشن. أوكي. نيكست. سؤال على أساس النيكست. عندكم الجوبيتر نزل معاكم لأناكوندا بالتحديد؟ نزلتوه معاكم؟ أنا بعرف. سوري؟ بعد ما نزل معاك. بعد ما نزل معاك؟ أوكي. اللي ما نزل معاه أو مثلاً واجه مشاكل، يحاول ينزله بالطريقة اللي هي السابقة، اللي هي سالفة الجوبيتر. بس تفتح هذه الصفحة، أكتب لكم اللينك وخليه في الشات. هذا اللينك هنا،
المطلوب انك تدخل على السي ام دي تحط بس هذا الكود اللي هو pip install notebook. في عندنا اللي هو جوبيتر لاب وفي عندنا اللي هو النوتبوك. انا اريد النوتبوك بس سوي كوبي على السي ام دي وكليك انتر وراح ينزل عندك. انا ما على اساس تفتحه مجرد اني اخذ الكوماند الثاني وجوبيتر نوتبوك، بس انا ما راح يفتح معاي لان انا اساسا فاتحته بطريقه ثانيه، ما راح تضبط معاي هذه العمليه. وممكن اساسا يعني اذا فتحتوا طبعا انا اريدكم تتبعوا معي وتسووا معي الخطوه بخطوه. طبعا بعد ما ينزل عندكم اللي هو الجوبيتر اضغط لانش وراح يفتح معاكم. راح تفتح اساسا عباره عن صفحه كانها صفحه انترنت لوكال البورت اللي هو 889/3. وممكن هنا I create folder، هذا طبعا وين موقع اساسا؟ هذا في الروت، هذا في الاساس عندكم في السي حد ذاته، لكن انا ما اريد احطه هنا مثلا اللي هو اليوزرز، اريد احطه مثلا في ديسكتوب على اساس اني انا سهل لي وين اساسا انا حاطه الاشياء وحافظتها. فانا افتح الديسكتوب على سبيل المثال. بالنسبه لي انا فتحت الديسكتوب، طبعا الفايل للديسكتوب، طبعا هذا لكم حريه الاختيار وين تريد تفتحونه اساسا او تكريت الفولدر هذا. طبعا انا شو سويت؟ دخلت على الديسكتوب، وين الديسكتوب؟ هنا الديسكتوب، واي كريت نيو فولدر، أو إني أنا أساساً أسويها عملية طريقة ثانية، أجي على الديسكتوب، كريت اللي هو الفولدر اللي أريده، ولما أدخل من هناك من الجوبيتر، من أضغط اللي في الديسكتوب أحصل الفايل اللي أنا أريده، يعني قبل شوية نحن أضفنا الأوتوميشن وهذا موجود هنا. دكتورة إذا مثبتين عن طريق الكوماند، كيف نشغل في هذا شغل الانترنت؟ بنفس الطريقة، شفت الكوماند الثاني اللي هو هذا هنا، تنسخ هذا وتيجي على الكوماند، تضيف الكوماند هذا وتسوي له انتر وراح يفتح لك صفحة اللي هي اللي على الويب براوزر. تمام، فتح معك؟ الحين أقرب. أوكي. حط نهاية آخر سطر. سوري. حط نهاية آخر سطر ولا سطر جديد؟ لا لا نهاية السطر، آخر السطر. ما في طريقة ثانية دكتورة لأن شكله ما رضي بهالطريقة. ما رضى عندي أنه هو الأناكوندا، إذا ما قدرت تنزل الأناكوندا. نفس هذا؟ اي على الاناكوندا، انا ضايفه هذا اللينك، ممكن انت ما شفت اللينك، برجع مره ثانيه اسوي له شير في الشات. انا فاتح الشات وين فاتح الشات؟ هناك الاشياء طبعا. هذا اللينك اناكوندا، ونفتح على اساس الاناكوندا تسوي داونلود داونلود للاناكوندا. وأول ما ينزل عندك الداونلود طبعاً وتخلص الإجراءات اللي هي السيتاب وإلى آخره راح يفتح لك مثل هذا. وهذا في عدة أشياء، وأنا أريد اللي هي الجوبيتر نوتبوك. طبعاً أنا أريدكم تسوي اللي هو الكرييت للفولدر مثل ما ذكرت، لحد الأشخاص اللي ينزلوا وكذا تستغلوا الوقت تجهزوا اللي هو الفولدر في الديسكتوب أو ويريفر you want، في أي مكان تريدوه.
بس المهم لما نفتح الجوبيتر يكون أساساً نحن فاتحين على الفولدر في البروجكت اللي نحن راح نبدأ نشتغل فيه، لأن راح نضيف فايلات، وإذا كنا على أساس اللي هي الفيس ديتكشن راح نضيف الصورة هناك. ممكن نضيف الصورة في أي مكان، ولكن أسهل على أساس الباث أسهل يكون في نفس المكان كتسهيلة فقط، لأنكم حالياً يعني تعلموا. بعد ذلك عادي يعني ما أنها مشكلة تضيف الباث كامل. طبعا انا بالنسبه لي كرييت اللي هو هذا الحين على اساس اللي هي الفيس ديتكشن. اوكي، الحاجه الثانيه بعد اريدكم تسووها بما انكم جالسين تنزلوا الاشياء، وين احط الكود، احط اللينك. اوكي، اريدكم تنزلوا هذا، راح اشرح لكم شو هذا اساسا. أول ما تضغط على اللينك طبعاً راح يفتح لكم هذه الصفحة، ما أعرف إذا أنتم متابعين معاي ولا لا. واضح؟ متابعين معاي؟ نعم واضح. أوكي، أول ما تضغط على اللينك تفتح لكم هذه الصفحة. هذه الصفحة فيها شو؟ هذا في حاجة اسمها Hard Cascade. Hard Cascade هذا بالنسبة، أرجع لكم للسلايدات، أنا في سلايد على أساس توضح هذه النقطة. لحظات هي ما توضح هذه النقطة بس in general يعني. أوكي، هي أساساً سالفة ماشين ليرنينج. أنا أول حاجة راح أسوي import للداتا بغض النظر، طبعاً أنا هذا الحين هي صورة ما فيها على أساس إني أنا أسويها داتا وأنظف الداتا وإلى آخر، هذا ما تسويه في اللي هو الموديل train the module. على طبعاً في أشخاص اسمها، في اثنين اسمهم أعتقد اللي هي شو اسمها، واحد اسمه جونز وشو اسمها الثانية ما أذكر الأسماء، ضاعوا من الأسماء من مخي يعني. المهم فيولا، يس فيولا اند جونز، هذول الاشخاص هذول الاثنين عام 2001 على اساس اللي هي سالفه ان الكمبيوتر اساسا يعني ما يشوف الاشخاص مثل ما يشوفهم الانسان، يعني انت ممكن تقدر تشوف ان هذا اساسا وجه انسان، بالنسبه للكمبيوتر ما يقدر يميز ان هذا في وجه اساسا حتى لو مر عليه والى اخره، ما يقدر يميز ان بين الصور هذه كلها ان اساسا هذا وجه. فهم جو فكره ان على اساس they create algorithm. الالجوريثم هذه تاخذ بيانات، تاخذ الصور وتحاول تحللها، تحلل الصوره على اساس هم حددوا بعض الفيتشرز مثل العين والانف والفم والى اخره، حددوا الفيتشرز اللي ممكن انها تكون علامه فارقه على اساس ان البرنامج يقدر انه يحدد ان هذا في هذه الصوره فيها وجوه ولا لا. اوكي، فطبعاً على أساس أن المشين تتعلم أن هذه الصور شو سووا، هم جابوا تقريباً ممكن حدود 4000 ممكن 16000 أو تخيلوا أعداد هائلة يعني، فجابوا صور مختلفة، صور فيها وجوه وصور فيها أي شيء يعني كرسي طاولة إلى آخر أي أوبجكت، ودربوا المشين، دربوا على أساس استخدموا الجوريثم اللي هم استطوروها على أساس إنهم يسووا الرن، إنه يدخلوا الصور هذه فيتعرف عليها المشين، المشين يتعرف على إن أساساً هذه الست أساساً كلها مجموعة هذه من الصور، مثلاً طلعنا منها 2000 صورة لوجوه، وطلعنا منها وجوه مثلاً 4000 إنها صورة لغير أشخاص، يعني أساساً لأشياء جماد، أوكي؟ مو بصور أشخاص. فالسيستم خلاص بدأ يتعرف على إنه خلاص، فلما أدخل أي صورة خارج هذه المجموعة نهائياً، أدخل أي صورة خلاص إن السيستم يقرأ ويعرف إن هذه أساساً صورة فيها وجه، ويسوي عليها أساساً مستطيل أو مربع على أساس يحدد إن في وجه إنسان. أوكي، هذه الفكرة العامة على أساس اللي هي سالفة الفيس ديتكشن. وطبعاً تطورت هذه الفكرة، هذه الجوريثم تطورت إلى أشياء ثانية،
مثل عندنا اللي هي عندنا face recognition. face recognition تختلف عن face detection. face detection إنه خلاص أنا عرفت إن هذه الصورة فيها وجه إنسان، لكن face recognition إني أنا أعرف هذه الصورة فيها وجه إنسان وهذا الإنسان اسمه مثلا محمد، لأن خلاص أنا أساسا حافظة في الداتابيس صورة محمد مع اسم محمد، فخلاص السيستم راح يقرأ لي إن أول شيء تزديتكت إن أساسا في صورة فيها شخص فيها وجه، ثاني حاجة تعرف على هذا الوجه بهذا المسمى، فخلاص لأن أنا أساسا مدربة السيستم بهذه الطريقة. طبعا نحن اليوم بس حدنا على أساس اللي هي face detection وليس face recognition، وطبعا استخدموا هذه الابليكيشن وهذا البيس البيسك اللي هي على اساس الفيس ديتكشن استخدموها بالفيس تايم في التليفونات وعلى اساس بصمه الوجه والى اخره وفي اشياء كثيره يعني استخدموها. فهي البيسك يعني، بس هي اساسا لا زالت مستخدمه، صحيح انها كانت في 2001 لا زالت مستخدمه من الالجوريثمز القويه جدا على اساس الاوبجكت ديتكشن، هي ما على اساس فقط فقط للفيس. يعني أنا ممكن أدرب المشين على أساس مثلاً تتعرف إن هنا في عندي مثلاً الفواكه أنواعها، مثلاً تتعرف لي على أساس مثلاً إن أريد أعرف إن في أوبجكت كنت أنا مخلتينها هنا وفجأة اختفت في حالة السرقات، وعندكم اللي سالفة اللي مثلاً في المطارات مثلاً إن في أحد جاء وحط أوبجكت مثلاً حط شنطة وراح عنها، فهي ترسل لي على أساس إن في أوبجكت ترك في مكان معين لفترة زمنية وترسل لي نوتيفيكيشن، طبعاً أشياء كثيرة يعني تتبعها. فنحن على أساس الفيس ديتكشن طبعاً الليرنينج هذه ونحن الست اللي هي الصور وإلى آخره، وعلى أساس أن أدرب المشين أنا مستحيل أن أنا أجيب 20,000 صورة وأدرب فيها السيستم وأخليها على أساس أنه يتدرب عليها. طبعاً المشين ليرنينج فيها جزئين بشكل عام، في عندي لحاجة اللي هي سالفة للتريننج وفي حاجة اللي هي سالفة التست. التريننج أنا أحط الديتا هذه على أساس إن السيستم يتدرب فيها، وأجيب اللي هي جزئية التست إني أنا أجيب أي صورة خارجية وأسوي لها تست. أوكي، فتخيلوها كأنه طالب في المدرسة، أعطيكم إياها بمثال بسيط جدا، طالب في المدرسة راح طالب في المدرسة أو في الجامعة إلى آخره، المدرس خلال الفصل يشرح له المسائل، يشرح له كل حاجة. أوكي، المسائل اللي يشرحها في الصف طبعاً 100% ما راح يجيبها في الامتحان، يجيب غيرها، بس إلا لك أنت عرفت الكونسبت وتدربت عليها في المسائل اللي تعلمتها في خلال الفصل كامل، خلاص فلما تجيك المسألة في الامتحان مسألة جديدة لأن الكونسبت أساساً عارفينها سابقاً فممكن تحلها، وطبعاً الامتحانات صعبة ممكن ما تحلها، طبعاً خلينا من الحوار هذا. فبالنسبة للتريننج ست نحن لازم ننزل هذا، فخلاص يعني أنا التريننج جهزت لنا، فهم جهزوا اللي هي الـ XML file هذه اللي موجودة هنا وجاهزة معاي، فخلاص التريننج ست موجودة، بيبقى لي اللي هي تريننج لا اللي هي تست، التست image، فأنا أدخلها من عندي أي أنزل أي صورة حتى من الإنترنت وأضيفها، فهذه هي حق التريننج، أسوي لها تريننج للبروغرام تبعي. فأنا على أساس أني أنا أنزلها أحفظها، أنا رسلت لكم هذا اللينك، من اللينك هذا الـ XML file، هذا الـ XML file لازم أنزله معي على أساس أنزله بهذه الطريقة. شوفوا هنا كلمة رو، أضغط عليها أوكي، فتح لي إياها على أساس هذا الرو، أساساً الرو ديتا، ولو تفتحوها أشياء كثيرة جداً، هذه صور وإلى آخره طبعاً على أساس إنه يتدرب عليها السيستم، وهذه جاهزة. أوكي، فأنا شو أسوي، كيف أحفظها عندي؟ رايت كليك سيف أز، طبعاً لأني أنا أريد أحفظها في البروجكت فولدر اللي أنا فاتحت لنا، فأنا أجهز أساساً بروجكت فولدر منزلت لنا سابقاً معاي وأحفظها وهي أساساً XML file. وضحت الصورة كيف ننزلها؟ أو أرجع أسوي الخطوات مرة ثانية؟ واضح؟ ف
انت شو الفكره؟ بس بالنسبه للجوبيتر انت ذكرتي شيء يصير قبل اختار شيء معين. قصدك لما نزلته؟ ايوه تدخل بس على اساس اللي هو الجوبيتر نوت بوك. في عندك جوبيتر لاب انا ما احتاجه، الجوبيتر نوت بوك خلاص فتحته ماشي بس خلاص كده. سوري نزلت انا متاخر فيه. شيء بس افتحه وخلاص؟ اي تفتحه وخلاص. تمام شكرا. فوضحت الفكره على اساس ليش احنا استخدمنا اللي هي الاكس ام ال فايل، وهذا شو اللي احتاجه، شو الاساس الهدف منه. اوكي فنرجع على اساس اللي هو النوت بوك تبع هذا. طبعا الاشخاص اللي توهم نزلوا انا اول ما افتح راح يكون عندي هذا، وذكرت لكم اني انا اساسا اي كرييتد عندي فايل هنا في الديسكتوب على سبيل المثال اللي هو هذا، وللعلم انا اضفت صوره وجهزتها، نزلت من الانترنت نزل صوره اي صوره بس تكون فيها وجه. وللعلم بالنسبه لهذه الالجوريثم فيها بعض الليميتيشن، يعني الصوره لازم تكون فرونت، يعني ما تجيب لي شخص مثلا على جهه وعلى الى اخره، السيستم يمكن ما يقراها. وطبعا تطورت لان في اشخاص طوروا هذه الالجوريثم وطوروها، بس انا اجيب لكم الاساسيه الالجوريثم الاساسيه. فتنزل اللي هو XML فايل بالطريقة اللي ذكرت لكم إياها، وإيمج تخليها موجودة والمسمى، ولازم تعرف صيغة الإيمج هذه لأنها راح نحتاجها. طبعاً لأن أنا فاتحة البروجكت، فاتحة قصدي created اللي هو الفولدر، أنا عندي البروجكت وين أنا نزلته على الديسكتوب، أنا حافظتنا في الديسكتوب ومجهزة على أساس اللي هو الفولدر الجديد، سميته على اساس بروجكت، ممكن تسموه باي مسمى. لما فتحت البروجكت عندي اللي هو الاكس ام ال فايل، وعندي اللي هي الايمج جاهزه. متابعين معي؟ بس ايوه ايوه سريعا ممكن ترجعي كيف تنزل الاكس ام ال فايل؟ اوكي نرجع ايوه الرابط عندكم، فتحتوا هذا اللينك. اوكي اللينك هذا لما فتحته شوف هنا عندي كلمة رو، اي كليك على الرو هذه فتحت لي هذه الصفحة. هنا مجرد اني اسوي رايت كليك سيف از، واحفظه في المكان اللي انا حاطه فيه البروجكت اساسا. خلاص وضحت شكرا. وضحت اوكي نرجع مرة ثانية. اوكي انا عندي هنا طبعا صارت عندي اللي هي الهار كاسكيد فرونت فيس فرونتال فيس ديفولت اكس ام ال، وعندي الايمج انا مسمتها ايمج وصيغتها جي اف اي اف. اوكي طبعا لان انتم خلاص انتم تعرفوا كيف نستخدم الباي شارم، وما عندكم خلفيه كيف ممكن نستخدم اللي هو الجوبيتر بنفس الطريقه. انا الحين في حاجتين هنا، في اني انا افتح اللي هو النوت بوك اللي هي على اساس ارجع مره ثانيه، هنا عندي هو نيو اوكي وضغطت على اساس اللي هو البايثون وبتفتح لي صفحه جديده، وهذه الصفحه الجديده. بس انا ارجع هنا، تذكرون الحين كنا التيرمينال لما كنا نريد ننزل الباكج كنا ننزلها عندنا في بالنسبه للباي تشارم، نزلناها دخلت على التيرمينال ونزلت اللي هي الباكج اللي انا اريدها، اللايبراري اللي محتاج تنها نزلتها عن طريق التيرمينال. بالنسبة للجوبيتر بنفس الطريقة، أريدكم تفتحوا لي على التيرمينال بداية، وراح يفتح لكم صفحة أيضا على أساس إن هي التيرمينال. راح ننزل حاجتين راح نحتاجها على أساس اللي هي للفيس ديتكشن. عندنا pip install open cv python على اساس ان احط لكم اياها، ممكن حتى اسهل لكم العمليه انزل لكم اياها هنا حطها. ما سويت لها كوبي.
ايش اكتب لكم اياها pip install open cd python. هذه الاولى بعد ما تسويها بتضغط انتر. اريد الثانيه اللي هي pip install numpy. طبعاً هذا الاثنتين أنا أحتاجهم. أول حاجة اللي هي pip install، أنا طبعاً لأني منزلتها سابقاً فكاتب لي requirement already satisfied. أوكي، وإذا كتب pip install numpy وأيضاً requirement already satisfied 70 معي. دكتورة اسمحي لي برجع شوي الحال كيف ندخل الفولدر، يعني ندخل بس على الفولدر اللي مخزني فيه الصورة والإكس إم إل. يس تمام. فتدخل أنت الحين، أنا داخلة هذا اللي سمتنا بروجكت، فالحين أنا لما دخلت بروجكت لا تشوف هذه الأشياء اللي هي untitled، هذه لأني فتحت اللي هي new. برجع مرة ثانية أشرح لكم كيف أنا سويتها هذه. بس تفتح هنا، أول ما تفتح تضغط على new terminal وتفتح لك اللي هي سالفة الterminal اللي موجودة هنا. طبعاً الterminal، طبعاً أنا فاتحة terminal already، فنزلت اللي هي pip install opencv python وعندي open pip install numpy. هذه packages أنا محتاجتها على أساس face detection، وهذه الباكجز ما أنها بس على أساس إني بس أستخدمها face detection، أنا ممكن أستخدمها في أشياء كثيرة طبعاً. فبعد ذلك أنا طبعاً قلت لكم إني أنا I click new python وفتح لي اللي هي أنا خلاص ضافت لي هنا شو اسمه هذا file اللي هو هذا جاهز. فخلاص أول ما أضغط python فتحت لي هذه، فهنا راح نبدأ الشغل أساساً. هذا بس على أساس إن أنا ضغطت اللي هي terminal على أساس إني أنزل الباكجز، ففتحت لي صفحة جديدة. الصفحة هذه untitled على أساس إني أغيرها، مثلاً أكتب face detection مثلاً. فكتبت على أساس اللي هي face detection، غيرت المسمى. هنا كيف راح نشتغل؟ ببساطة أنا أكتب الكود هنا مثلاً. import numpy as np. مثل ما ذكرت لكم قبل شوي على أساس اللي هي كانت OpenPy Excel as Excel، هذا مجرد يعني اختصار على أساس إن كل ما أحتاجها ما لازم إني أكتب numpy مباشرة أكتبها. الإمبورت الثاني اللي راح أسويه اللي هو الإمبورت لCV2 اللي قبل شوي نزلناها. نحن قبل شوي نزلنا اللي هو numpy ونزلنا هذا. في حالة إنه أحياناً الشخص، طبعاً هذه دائماً تحدث، إنكم تحصلوا كود في الإنترنت تحصلوا مكتوب import كذا وإلى آخر وهالأشياء، ولما تجي تسوي له run يظهر على أساس في error، وهذا السبب لأن الباكج أساساً ما منزله. لأن أنا لو ما نزلت الباكج هنا وجيت سويت اللي هو الإمبورت للنمباي وللCV وسويت له enter، سويت له shift enter على أساس إني run أو أضغط هنا run طبعاً، راح يظهر لي error. بس لأن أنا نزلته سابقاً فتلافيت هذا الخطأ. طبعاً على أساس إن نسوي run، لاحظوا هنا عندي، شوفوا هذا الأقواس هنا، لما يكون في run إن هذا السيل، هذا الكود هذا إن while running راح يتغير عندي إلى 1 بعد ما يكون done، يعني صحيح إنه ما في أي خلل. فإذا كنت أنا على أساس إني أضغط run أو اختصاراً اللي هي shift enter فتحولت عندي 1، فمعناته إنه ما في error. لأن إذا كان في إيرور راح يكتب لي هنا إن في إيرور، مثلا أنا كتبت مثلا كذا شلت حرف جيت سويت لها run. أوكي،
ظهر الايرور. الايرور اساسا يقول لك وين اساسا الخلل مباشره. اول شيء حدد لي السهم هنا، قال لك في اللاين هذا ان الخلل عندي انا اساسا خطا هنا import nmy اعتقد as an mp فيها خطا، وحدد لي هنا اعطاني تفاصيل اكثر no module named بهذا الاسم. اوكي فانا اجي مباشره واعدلها واسوي لها رن من جديد وصارت كذا. ما يهمكم الارقام اللي هنا طبعا، هذه على كل ما تسوي رن يعد الرقم، كان بس مجرد انه يعد لكم كم الارقام اللي راحت هنا. طبعا انا احاول اني اوضح لكم الاشياء واكتب لكم اياها عن حاجه اساسا حتى بالخطوات او بهذا. مثلا انا اريد اكتب اللي هو الكومنتس على اساس اسهل لكم شو المقصود بهذه الاشياء، يعني ممكن تحتاجوها مستقبلا وتنسوا الاشياء. مثلا ليش نحن استخدمنا هذا الكود والى اخره. مثلا هذا على اساس اني اضيف أول حاجة أكتب اللي هو الفيس كلاسيفاير، equal tv dot cascade cascade classifier، نفتح قوس هنا. طبعا المطلوب هنا شو اضيف هنا، اكتب الكلاسيفاير اللي نحن نزلناه اللي هو ال XML file cv2، اضيف الكلاسيفاير. الكلاسيفاير اساسا اني اضيفه أجيب المسمى كامل، وطبعاً أسهل لي أني أنا أخذ المسمى من هنا، أسوي له رينيم وأخذ المسمى بدل ما أكتب أخبص الدنيا دوت. لا تنسوا على أساس أني أنا أريد الصيغة XML. أوكي وأسوي له رن. طبعاً ليش شو اللي صار، شو صار CV2 Y cascade classifier. Yes, هنا spelling mistake classifier. هذا صار الهرن. اوكي شو المقصود بهذا اساسا؟ هذا اذا ضفت لكم انا كومنت هنا، هذا المقصود فيها اني انا اساسا اجيب اللي هو على اساس اني انا عندي الفانكشن اساسا اللي هي كلاسيفاير. هذه الفانكشن انا اسوي لها بوينت اللي هي الاوبن سي في كلاسيفاير تو، يعني انا اسوي اساسا اربط اللي عندي انا اساسا قلت لكم ان هي تيست، مو تيست تريننج سيت، ترين سيت. انا مجرد اني انا اسوي هذا الترين سيت لهذا الفيربل اضيفها هنا على اساس اني راح استخدمها بعد شوي. دكتور ممكن تسخي هذا الكوماند طويل؟ خلاص خلنا يدخل خطا. خلاص انسخ لكم اياها. ايش رايكم ان انسخ لكم كل كود على اساس نسرع العمليه؟ أحسن وأفضل. أوكي. هذا الكلاسيفاير. الأوبن هذا أوبن سي في كاسكيد كلاسيفاير. فانكشن. كلاسيفاير اللي هو عندي الفيس كلاسيفاير في هذه الحاله انا مسمت انه تو ذا فيس كلاسيفاير. اوكي
هذا بالنسبة للخطوة الأولى. الخطوة الثانية أنا أريد أسوي لود للإيمج. أوكي، فأنا ممكن أن أسميها إيمج، أنا ممكن تسموه حتى IMD مو بشرط. EV2.IM. شوفوا أنا بعد في نقطة ثانية، لأن أنا أستخدم حالياً اللي هو الجوبيتر. نحن لما كنا في البايتشار على أساس أنه يظهر لنا أساساً ساعدنا على أساس نكتب وإلى آخره، هنا على أساس أني أنا مثلاً بديت CV. أريد أشوف الأشياء اللي أنا ممكن أني أضيفها، الأتريبيوتس والموديولز وال values إنه ممكن أستخدمها على أساس مع CV2، مجرد إني أضغط تاب تظهر لي. فأنا عندي I am read، هذه هي على أساس تقرأ الإيمج، وأفتح قوس وأضيف اسم الإيمج طبعا بالصيغة تبعها. أنا هي إيمج ما أحتاج إنها. أوكي دوت عارف عندي أنا صيغتها. الصيغة طبعا الصيغة GFIF دوت GFIF بالنسبة لي أنا. طبعا انتم ممكن تكون صيغه ثانيه بي ان جي جي بي جي باي صيغه كانت الصوره فانت تحطوها. هذا اللاين طبعا هنا لازم تغيره، وانا بخلي لكم اياه في الشات بس غيروا اللي هي الصوره هنا، اسم الصوره الايمج باي مسمى سميته وبالصيغه اللي جايه نازله فيها. اوكي سوي لرن، طبعاً صار لرن. الحاجة الثانية اللي أنا أريد أسويها، اللي أنا أريد أحول هذه الصورة، طبعاً ممكن حتى أكتبها هنا في نفس المكان، ما لازم أنا أسوي كل مرة السل جديدة. ممكن أكتب الإيمج مثلاً load image and convert it to gray scale، يعني أحولها إلى gray scale. هي ملونة ولكن أريدها تحول إلى gray scale. أوكي، فعلى أساس أني أحولها إلى gray أفتح أضيف cv2.cvtColor. كل اللي أنا أريد أغير، أغير الإيمج IMG CV2 dot color هذا اللي أنا أريده، وأسوي لكم كوبي طبعاً. ما صرت كونسنت هذا سوري. هذا اللاين. وهنا انتبهوا نفس الشيء اللي هي الأول حاجة اللي هنا image. إذا كنتم مسمين الفاريبل image بنفس المسمى تكون image. نسوي لها عن. أوكي. بعد ذلك أنا أريد أسوي شو؟ نبدأ عملية اللي هي على أساس نحلل الصورة، على أساس إني أنا أعرف اللي هي الكوردينيشن تبع الصورة. أريد أشوف التوب ليفت الكوردينيشن والبوتوم إلى آخره، بس على أساس إني أخذ أبعاد الصورة بشكل عام. فممكن أستخدم اللي هو face equal
نسميها فيس كلاري، هذا فيس كلاسيفاير شوي عرفناه سابقا اللي هو هنا الفيس كلاسيفاير استخدمناها دوت ديتكت مالتي سكيل. اوكي جراي اللي هي صارت الصورة عندنا جراي. وهذه هنا أبعاد، مجرد أنها أبعاد ممكن تتغير. أعطيكم الكود أيضا. عاد الحين باقلنا شو؟ باقلنا نحن على أساس نسوي أن النقطة اللي بعدها على أساس to detect الصورة الوجه. فهنا راح نستخدم for loop. دكتور لو سمحت وش معنى هذه الأرقام 1.3 and 5؟ هذه أبعاد، مجرد أن عندك الكوردينيشن تبع الصورة X والY تخيلها. يعني لازم أتأكد من الصورة اللي عندك ما أبعادها؟ لا لا لا، بس يعني مجرد انك تشوف هي اساسا عندك حاجه بعدنا انا البروجكت اللي بعده، يعني انت ممكن تغير هذه الابعاد، يعني تجربها وتشوفها على اساس الابعاد اللي انت تريد انك تغير فيها، على اساس تغيرها على حسب هذا، يعني اذا ما ضبطت تقدر تغير فيها. هذا هو المساله انها ماشين ليرنينج، يعني انت تسوي فاليديشن للشيء اللي عندك، ممكن تيونت، لأن في بعض الأحيان تكون إنك تريد تجرب حاجة وما ضبطت، تجرب مثلا تزيد القيمة هنا وتنقص من هنا وتطلع لك النتيجة اللي أنت ترضاها، وخصوصا في سالفة إن هي البريدكشن، يعني شو التوقعات، مثلا عندك إحصائيات أو شيء وبناء على هذه المعطيات أنا عندي التوقعات الفلانية، لكن أنا كيف حسبت التوقعات هذه من المعطيات بس بطريقة إني أنا سويت كالكوليشن، ممكن الكالكوليشن هذا ما أعطتني التوقعات اللي أنا أريدها، أغير في الكالكوليشن، أغير في الإعدادات وأشوف التوقع، أشوف الكالكوليشن اللي صارت. طيب واضح. طبعاً نحن عندنا حاجتين. أول حاجة لازم تكون الصورة، نشوف الصورة إذا كانت فيها no face لازم نكتب خيار اللي هو two condition. أول حاجة إن الصورة no face، إن print no face. found مثلا هذا in case if، اوكي هذا if عادية، اوكي لكن اذا كان في على اساس ان في face، فنحن على اساس ان الفيس اذا كانت في حالة ان في face موجود عندي في الصورة، في هذه الحالة انا اريد ان السيستم يسوي لي عليه مستطيل. اوكي فانا اذا كانت مثلا if faces is okay print، هذه الحالة no face founded. طبعا إذا كان ما عندي حاجة فأنت print no face founded. فور حالة إن عندي أنا فور إكس واي دبليو and إتش، عرف شو هذه الأشياء؟ أبعاد الأبعاد in faces yes فهنا أنا راح أبدأ اللي هي سالفة إني أنا أريد أرسم مستطيل على الوجه. أنا ما سويت لكم هذا كوبي صح؟
إذا نسيت أن ما سويت الكوبي خبروني يعني ممكن ما انتبه. هذا الكود طبعا انتم ما فاهمين شو هذه الاشياء كلها. هذه على اساس هي سالفه الكالكوليشن اوكي. وبالنسبه للالوان فعندنا الالوان اساسا عندكم تكون تدرج من 0 الى 255 وهنا على اساس اللي هي انا اعطيت المعطيات على اساس اللي هي الاكس والواي والدبليو والاتش هذه الابعاد. طبعا هي طريقه اساسا كالكوليشن بطريقه معينه ولضيق الوقت ممكن ما أشرح لكم إياها بس ممكن نعطيكم الرابط على أساس أنكم بس تقرؤوا هذه الجزئية شو هي أساساً هذه بالضبط كيف صارت الكالكوليشن هذه كيف يحسبوها أساساً لأن شوية شغلانة فيها فلأنا أريد أحطيكم بعدني بروجكت ثالث. بس هي بشكل عام يعني لهذا السبب يعني ما أنه فيها شيء يعني بس إذا تريد تعرفوا كيف الكالكوليشن صارت ممكن تقرأوا عنها. طبعا أنا أريد I am show هنا this detection IMG. هنا على أساس أول ما يكون أول ما تظهر معي إن في صورة أساساً في وجه راح يظهر لي على أساس ويندو الويندو هذه راح تكون تظهر للصورة اللي أنا أضايفتها من البداية إن في صورة وطبعاً راح ترسم عليها اللي هو الريكتانجل CV weight طبعا الويت كي على اساس اني انا احدد الفتره الزمنيه على اساس اني هذا مجرد بس في حاله اني انا اريد اسوي فتره زمنيه فقط دوت ديستروي طبعاً سوي لغان في خطأ طبعاً أكيد نفتح أكيد عندي خطأ فور شو صار عندي في الفور face was not defined face وليس faces face دكتور أول شيء في cv2.im شو انت كاتبه I am a show اوكي
ثاني شيء لاين اللي تحت cv2.waitkey ولا cv فروس cv2 cv2 ما شاء الله عليكم. بعدها واحدة فوق واحدة فوق سي تو what open cv error bad argument in function rectangle ارجع اشوف cv2 أعتقد if face is فوق if face is كيف تدلين أنها true أو false اللي هي هنا عندي it's empty if face is بس أتوقع المفروض تكون equal لا I'm sure يعني من هذا الشيء is none أعتقد is none No. CV rectangular image. CV2 rectangular image. Can't press input argument doesn't provide sequence protocol. You know what? I'm sorry, هذا البروغرام مرة سابقة. لحظات أشوفه هنا نفس الشيء فاصلة فاصلة ما بين x plus w وبين فاصلة y plus h you mean أيوة x plus w فاصلة x plus w فاصلة yes وحث في بعد زايد زايد لقبل y CV2 wait. دكتور نسخي من العمل السابق. خلاص عرفته. خلاص ما عرفته. كابيتال كي. فهذه هي بشكل عام. وضحت الصورة؟ أرسلكم بس هذا الكود هذا الطريقة على أساس اللي هي face detection بالنسبة للعمل السابق أنا اللي كنتم سويتنا سابقا ممكن نسوي له run لأنه مستخدم صورة ثانية فالصورة الثانية مثل ما ذكرت لكم سابقاً اللي هي صورة الفيس لازم يكون مباشر فهذه الأشخاص أساساً كانوا هنا فما ظهر لهم مربع على الصورة ممكن هذا المربع أنا أغير أبعادة يعني ما أنا بس شفت الأرقام اللي حاطنها هنا مثلاً 127 إلى آخره هذه الأبعاد أنا ممكن أغيرها كامل بالنسبة لهذه الأبعاد نفس الشيء يعني أغير هذه الأشياء كلها وتتغير عندي كلها قراءاتي هذا بشكل عام يعني وصلت الفكرة؟ دكتور ما ظهر دكتور ما ظهرت الويندو مثل ايش؟ الويندو تظهر هنا ما ظهرت؟ لا ما ظهرت ممكن تسوي شير للسكرين؟ حاضر
ما يظهر بس يظهر سطر لا. جديد لا ارجع على اللي هي اللي هي من وين مكتوبه فور. ايوه هذه ايوه الان تظهر معك بس ما تعرفه وين تحت. شوف تحت موجوده موجوده بجنب الجوبيتر تحت 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 في البراوزر في التاسك في التاسك في اللابتوب في الجهاز. أيوة. اوكي تمام تمام دكتور مشكوره. فكرت مره تظهر دايركت. لا لا هي مو بوب اب. لا مو بوب اب. اوكي وضحت الصوره. ايوه ننتقل للي بعده. عندكم وقت؟ رامسين رامسين. اوكي بس لحظات اشغل الجهاز عشان يطفي علي. دكتوره عشان هذا الفيس ديتكشن ما ينفع اكثر من وجه نفس الصوره يطلع اكثر من وجه. اذا كانت مثلا الصوره فيها مجموعه من الوجوه يظهر لي كل الوجوه بس تكون الوجوه كلها يعني بشكل مباشر. يعني أنا مثل قبل شوية أعطيتكم المثال بالنسبة للأطفال اللي كانوا موجودين لأنهم هم كانوا في زاوية ما واضحة. لأن أنا مثل ما ذكرت لكم هذه الالغوريثم اللي أنا استخدمتها هي البيسك اللي اعتمدوا عليها كثير من البرامج وتطوروها يعني. بس هذه الأساسية يعني ما راح تحصل على أساس أنك أنت تبدأ يعني قليل تحصل أن أساساً في الالغوريثمز مستخدمة ما استخدمت هذه على أساس الفيس ديتكشن بشكل عام ما استخدمت هذه الالغوريثم وبنوا عليها يعني على اساس ان زادوا مثلا جزئيه ان انا مثلا اقدر اني ديتكت يعني حتى لو كان الشخص ما مواجه للكاميرا او ما مواجه للصوره ان انا اقدر اصيد ان في انسان هنا خاطب بهذا المكان يعني. بس هذه بس دكتور ممكن يعني ننسخ هذا الالجوريثم بدل ما يكون الوجه مباشر يكون على الجنب. ما تستخدم هذه هذه ما راح تفيدك. اوكي ايش يعني استخدم؟ يعني شوف انا اقول لك شو يسوي الحين. في مثلا عندك اللي هي الفيس ديتكشن الفيس ريكوجنيشن في الجوريثم ثانيه هذا اسمها فيولا جونز الجوريثم. اوكي للفيس ديتكشن اللي استخدمنا اللي هي يعني اذا ما استخدمت اسم فيولا جونز ممكن تستخدم الاسم المتعارف عليه اللي كنا كاتبينه على اساس الاكس ام ال فايل اللي هي الهار كاسكيد. هار كاسكيد اللي هي الجوريثم. في الجوريثم ثانيه اسمها واحده اسمها شو اسمها سي ان ان الجوريثم. نفس الشيء هذه بعد تسوي لك فيس ريكوجنيشن. في واحده اسمها يولو. لحظات بس دقيقه واحده اعطيني بس دقيقه واحده. تمام في عندك هذه الجوريثم يولو. يولو الجوريثم فيس ديتكشن. هذا الجوريثم واحدة من الجوريثم. دكتور انت ما مسوي شيء. او سوري انا نسيت. اوكي وين هو اوكي انا هذا عندي واحدة من الالغوريثم اللي هي اليولو. يولو الالغوريثم. يولو الالغوريثم هذا على اساس اللي هي الاوبجكت ديتكشن وممكن استخدمها ايضا للفيس ديتكشن. يعني مثلا اذا كنت تريد تقرأ عنها طبعا هي طريقتها يعني طريقة الالغوريثم بهذه الطريقة انك تقسم الصور والى اخر وهالاشياء وتسوي لك على اساس باوندريز ومثلاً على سالفة اللي هي الكارد ديتكشن وإلى آخره بنفس الطريقة. يعني نفس الشيء بالنسبة للالغوريثم اللي قبل شوي استخدمتها أساسها أساساً على أساس أوبجكت ديتكشن وليس فيس ديتكشن. لكن تستخدم يعني أكثر حاجة استخدموها فيها اللي هي البيولا جونز اللي قبل شوي استخدمناها استخدموها أكثر حاجة حصلوها على أساس استخدموها فيس ديتكشن واعتمدوا عليها. هذا الالغوريثم الثانية كلها اعتمدت على هذه الفكرة بنفس الطريقة. يعني على سبيل المثال إذا أنا جبت لكم هذا اليولو طبعا في أيضا جوريثم ثانية اللي هي CNN CCN أعتقد CCN جوريثم CCN جوريثم لهذا face detection face recognition أكثر حاجة بس هي أساسا نفس الشيء تعتمد على face detection.
هذا كان الديسك بي دي اف. إذا درستوا ما أعرف صراحة يعني إذا درستوا على أساس اللي هي الـ AI والنيورال نتورك وإلى آخره هذا تعتمد عليها الكورثم تبعها طبعاً. هذا الكورثم يتكلم عن الكورثم عن نيورال نتورك وكيف إن أسوي الفيس ديتكشن طريقة كيف وإلى آخره والكالكوليشن طبعاً هذه تختلف من الكورثم إلى الكورثم لكن هي الأساس إنك أساساً أول حاجة فيس ديتكشن وبعد ذلك فيس ريكوجنيشن. وطبعا الالجوريثمز الثانيات طبعا النواقص اللي كانت في فيولا جونز حاولوا يتلافوها وحاولوا يحلون المشاكل مثل الصور اللي هي على الجنب والى اخره. هذا بالنسبه للفيس ديتكشن. ايضا انا في عندي هنا برنامج ثاني ممكن افتح لكم اياه بس خلي اتذكر شو الاسم طبعا. اوكي ارجع بس هذا بس مجرد اني افتح لكم تشوفوه كأنه في كمبيوتر فيجن كاتب لنا. لا هذا هاند ك هذا صعب شوية أشرح لكم إياه حالياً. أوكي أنا ما أذكر المسميات لأني أنا أجرب و ماسك ديتكشن بعد أيضاً من الفعل سالفة اللي هي على أساس إن الماسك ديتكشن خصوصاً الحين على أساس كورونا وإلى آخره نفس الشيء صارت إن على أساس إنه مريدوا يصوروا على أساس إنه في صور إن الشخص هذا I think object detection ترى أنا أحب الأشياء اللي هي تبع الكمبيوتر فيجن كاميرات وكذا وإلى آخره والتصوير وإن يعني مثلاً to detect object وكذا في كل المشاريع تحصلها على أساس إنها face detection بس والله ما أذكر لأنها بعضها ما كاملة عشان كذا ما افتح لكم اياها. فيس ديتكشن هذا فيس ديتكشن اي واحدة هذا لا شغلانة طويلة لا ما هذا هذا في ايضا سويت اللي هو الانتليجنت فويس اسيستنت وللاسف يعني ما عندنا وقت على اساس ان هذا على اساس اللي هو مثل تشات بوت بس بالفويس يعني تعطي اوامر صوتيه ويرد عليك مثلا وات از يور نيم الى اخره وهالاشياء وكذا بس بالنسبه اذا مثل هذا المشروع طبعا انا سويته هنا وللاسف في بعض الاشياء ما اشتغلت هنا على اللي هو على الجوبيتر واضطريت اني اسويها على الباي تشارم هذا واحد من البروجكتات طبعا انا ادور لكم على اساس الاوبجكت ديتكشن يعني هذا البروجكت يعني كان كامل بس ما اذكر ما عليه ما راح اضيع وقتكم ما علينا انتقل للبروجكت اللي بعده. البروجكت اللي بعده اريدكم البروجكت اللي بعده شو هو كان على اساس شو المتطلبات للبروجكت اللي بعده. البروجكت اللي بعده اريدكم بس تفتحوا لي موقع اسمه هذا هنا انا فاتحته هنا كاجل كاجل وارسل لكم هذا اللينك على الموقع واريدكم تسجلوا فيه registration. طبعا هذا الموقع راح تستفيدوا كثير منه. شفتوا الداتا اللي انا جبتها قبل شوي اللي هي الـ XML
بالنسبة للكمبيوتر ساينس in general، يعني في أحيانا تحتاج أنك أنت تكون كديتا رو ديتا تجرب فيها وتستخدمها، وهذا من المواقع اللي توفر لك الأوبن سورس ديتا، وكثير فيه جدا على أساس لو تلاحظوا هنا على أساس الديتا ست جاهزة وموجودة. وأيضا هذا الموقع في شيء ثاني أيضا يعني ممكن يشجعكم مستقبلا تتعلموا يعني تتمكنوا من اللغة، اللي هي عندكم competition. طبعا أنا كنت أريد أتكلم عن هذا في الأخير بس ما مشكلة بما أن فتحنا الموقع، لحد ما تنزلوا الموقع تفتحوا الموقع وتسجلوا فيه. الكومبيتيشن بشكل عام هذه في شركات، الشركات هذه عندها requirements هذه ما تريد تجيب مثلا تطرح مناقصة أو تسوي يعني على أساس تبحث عن شركة تسوي لها هذا البروجكت، فهي تنزل الفكرة هذه أو البروجكت اللي هي تريد يشتغلوا عليه as a competition، a مسابقة. المسابقة هذه أحيانا تكون يعني مبالغها كبيرة جدا، صح المسابقة هذه وتحصلها هنا وتشارك فيها، وإذا جبت لهم السولوشن فيها مبالغ مالية. أوكي يعني مثلا على سبيل المثال هذا عليها 100,000 ومفتوحة من 11 يوم، وهذه عليها 36,000. طبعا هذه التفاصيل كل ما تدخل على واحد، وهذه الشركات أساسا عالمية، حتى تحصل أحيانا شركات عالمية ما يخلصها تروح تدفع ملايين وتخليها أسهلها في تخليها كمسابقة والناس تشارك فيها وتحل تحصل الحل أسرع لها أو أرخص من أن تروح تدفع ملايين على أساس تجيب شركة ثانية تسوي لها هذا البرودكت. وهذه من المواقع المعروفة على أساس تسوي مثل هذه المسابقات ودائما باستمرار يعني. طبعا إذا كان عندكم وقت وعندكم السكيلز ممكن يعني تتثقف وتشوف الأشياء مسابقات وإلى آخر. أحيانا تكون مسابقات بس تكون ما إنها تكون مبالغ يعني، بس على أساس إنها مطروحة بس على أساس إنها النولج إن الناس تستفيد من الحلول هذه. يعني مثلا هذا هنا مطروح من شهرين تقريبا as a knowledge. وفي طبعا في مواقع كثيرة جدا مثل هذا الموقع بنفس الطريقة بنفس الفكرة. يعني هذا مثلا على أساس إن هو مجرد إنه جي ريسيرش على الكريبتوغرافي الفوركاستينج. فإذا دخلنا مثلا هنا أوكي دخلنا على أساس اللي هو الكومبيتيشن هذا، طبعا هو كاتبين نبذة عن عن الموضوع بشكل عام، ديسكريبشن الإيفالويشن بالنسبة للمسابقة كيف راح تكون، التايم لاين، البرايسز، الكود ريكوايرمنت إذا كانوا عندهم كود ريكوايرمنت شو الريكوايرمنت حاطينها. فهذا يعني مثل بشكل عام أفكار وأشياء ممكن تستفيدوا فيها مستقبلا. وهنا إذا كان مثلا الديتا، إذا كان هم موفرين رو ديتا ممكن تستخدم الديتا هم اللي حاطينها، هذا مثلا هذه المؤسسة حاطة ديتا وانت تجرب هذا تستخدم هذه الديتا اللي هي حاطينها على أساس تستخدمها في البروجرام اللي هم طالبينه، فتحصلها هنا تنزلها وتستخدمها. أيضا في عندك إذا كان إذا في أي حاجة مجرد أن نقاشات إلى آخر discussion، إذا في rules كلها تحصلها هنا. نرجع المحور حديثنا طبعا اللي هو الكاجل. فتحتوا الكاجل سجلتوا فيه ايوه دكتور. اوكي هنا انا مثل ما قلت لكم اريد داتا ست، انا هنا على اساس اللي هي الفيديو جيم سيلز، انا كاتبه فيديو جيم سيلز. انا اريد هذا مثلا على اساس تحسب لي يعني هي داتا ست عباره عن شو، عبارة مثلاً عن بيانات كميتها هائلة جداً بدراسة معينة مثلاً على سبيل المثال. مرة جربنا على أساس اللي كانت جبنا ديتا بس مو من هذا الموقع، جبنا ديتا من حتى من بعض الدول، من بعض الدول مثلاً كنا على أساس نحسب عدد الباركنات في بريطانيا، وجبنا الباركنات على أساس نسبة الإشغال إن هذه الباركنات مثلاً نسبة إشغالها فترة الويكند كيف، ونسبة هذا وين الزحمة وإلى آخره. ممكن تأخذ هذه البيانات وتحللها، ومن بناء على تحليلك هذا تقدر إنك إن مثلاً أساس تطلع لك بديسيجن على أساس اللي هم مثلاً اللي هم البزنس أونر إنه يطلع بديسيجن. ممكن نحتاج مثلاً باركنات في هذه المنطقة لأن أساس إن فيها زحمة، أوكي على أساس إن دائماً ما نحصل مواقف. ممكن هذه المنطقة أساساً ما تحتاج هذا العدد من الباركنات، ممكن نقلل هذه الأشياء بهذه الطريقة. هذا مثال.
فنحن على اساس ان انا اخترت اللي هو الفيديو جيمز سيلز، يعني اريد اشوف على اساس اللي هي مثلا الفيديو جيمز ونسبه يعني اكثر اللعبه مشهوره واكثر مبيعات مثلا في سنه مثلا 2006 مثلا، شو كانت افضل لعبه باعت او كذا، وين صار يعني بهالطريقه. يعني انا هذا كديتا ست راح تنزلوها على اساس اللي هي اكسل فايل، من اضغط عليها طبعا هنا من اضغط على الديتا ست هذه الموجوده يظهر لي اساسا الديتا ست شو داخلها، الروز اوكي والكولومز اللي موجوده فيها، الرانك والنيم، نيم اوف ذا جيم والبلاتفورم والير وهالاشياء كلها موجوده، والببلشر هذه كلها موجوده. فانا بس مجرد اني هذه البيانات حتى ممكن اني اشوف هنا على اساس الديتيلز هذا هو كجداول اساسا باكسل شيت، فاذا كنت اريد اشوف الجداول والى اخره بشكل عام ببساطه. كما عدد الرو اساسا في هذا هم ذاكرين ان عدد الرو اساسا عباره عن 16000 رو 16500 او شيء، والكولمز عباره عن 11 اذا ما خانتني الذاكره، مكتوب في مكان اي 11 كولم هذا. بس اريدكم تنزلوا اللي هو هذا، تضغطوا على اساس هنا تنزلوا معاكم في الجهاز، طبعا هو راح ينزل على اساس اللي هو وينرار اور وينزب، وتفتحوه نزله معاك وتفتح لك فولدر مثلا على سبيل المثال في الديسكتوب. انا فاتحه الديسكتوب هنا ومنزله اللي هو طبعا انا فاتحه اشياء كثيره اوكي، منزله اللي هو الداتا ست نزلته في الفولدر على اساس البروجكت اللي جاهز معي. طبعا راح نشتغل على الجوبيتر. اوكي جوبيتر انا فاتحته نزلته عندي في الديسكتوب بروجكت 3 على سبيل المثال، فانا منزله فيه الاكسل فايل، ولا افتح بروجكت ثاني. اوكي نفتح بروجكت ثاني نسميه الفايل اللي احتاجهم انا، اريد هذا الفايل فقط اللي هو انا نزلته من كاجل. انا لما افتح هذا طبعا انا ما اريد افتحه بالاكسل شيت، اريد افتحه مباشرة بال، شوفوا هذه البيانات كلها موجودة عندي طبعا عدد هائل من المعلومات، حدود 16600. افتح اللي هو هنا باك هذا اوكي. اول حاجه اريد اسويها افتح على التيرمينال انزل الباكج اللي انا محتاجتينها، الباكج اللي محتاجتينها بيب install pandas وكليك انتر. انسخ لكم هذا على اساس احط لكم اياه وين install pandas. تابعين معي؟ نعم. أوكي. أرجع على الدوكيمنت هنا وكرييت نيو بايثون فايل، ممكن أسمي أي مسمى ثاني، هذا فيديو games اوكي. اول حاجه اسويها اللي هي امبورت، بما ان احنا نزلنا اللي هي الباندز باندز از بي جي اوكي.
أسوي لها run or أكتب حتى تحتها مباشرة df bd dot read. طبعا df أنت ليش ما تسألوني يعني؟ ليش ما تسألوا؟ تعودوا تسألوا لأن ما حد يعلمكم معلومة يعني لازم تسألوا لأن ممكن أنسى أنا. شوفوا أنا قلت لكم على أساس اللي هي مثلاً قبل شوي كتبت لكم اللي هي البانداز أوكي، وقبلها كنت كاتبة اللي هي مثلاً النمباي. هذه الأشياء أنتم ما تعرفوها شو هي أساساً، شو دورها أساساً، شو الهدف منها. طبعاً أنا كاتبة بعض اللايبراريز وين بعض اللايبراريز هذه مشهورة جداً. النمباي على أساس إن أساساً تكريت على أساس تسوي كريت حق مالتي دايمينشنال أري أوكي، هذه يعني هذا دورها أساسي النمباي. بالنسبة للبانداز شو دورها أساساً؟ هذه اللايبراري هذه تسوي لي داتا أناليسز، تسوي لي داتا أناليسز إن فورم، يعني إنها تسوي لي على أساس حاجة فيها معروفة اسمها الداتا فريم. الداتا فريم عبارة عن two dimension مثل two dimension data structure. أنا ما أعرف إذا دارسين data structure two dimension، مثل كأنها أساساً كأنها تخيلها على أساس هي Excel sheet فيها row فيها column، فهذا دور الداتا فريم. واختصارها دائماً تحصل df أوكي. مات بلوتليب، مات بلوتليب هذا تساعدني في البايثون على أساس to create graphs. والأخيرة اللي هي scikit-learn هذه بس على أساس إنها تساعدني على أساس إنها to provide me with the algorithm اللي أنا محتاجتها على أساس to solve the project أو على أساس to run the project. يعني مثل ما استخدمنا قبل شوي، الحين في قبل شوي استخدمنا البيولا جونز algorithm، لكن إذا كنا على أساس جزئية اللي هي data analysis ولا data science دائما نستخدم على أساس اللي هي scikit-learn. اوكي فانا الدي اف هذا لاني انا اساسا استخدمت بانداز، الدي اف هي داتا فريم وانا ممكن اني استخدمها من مجرد اني استخدمها كفيريبل از دي اف، وبي دي اللي هي على اساس اني انا بدل ما اكتب بانداز مره ثانيه استخدمت اللي هي بي دي. ريد انا على اساس اني انا اريد اقرا اللي هو الاكسل فايل اللي قبل شويه انحن نزلناه، فهذا على أساس اللي هي سالفة اللي هي الريد ولا هذا وضحت؟ إيوه. أوكي. فأنا راح أقرأ أساساً اللي هو اللي الفايل أساساً عبارة عن CSV. CSV هو نوع من أنواع صيغة الإكسل يعني. CSV إذا ما مر عليكم سابقاً. فأكتب اسم الفايل إذا ما خانتني الذاكرة PS. BG أعتقد BG Sales بس اختصارا واحتياطا للموضوع أخذ المسمى هزارينين dot CSV. طبعا أنا ما أعطيكم هذا مصر كمير input أجل. كوبي وليس كت الكود اللي بعده هذا راح يقرأ لي، هو قرأ بس how can I present it. نحن سابقا كنا نكتب print dv إلى آخر، أنا ممكن أكتبها مباشرة أساسا df سوي الهرن وراح يظهر لي كل حاجة. فهذا اللي هي المقصودة two dimension، فعندي اللي هي الكولمز والرو. أوكي هنا على أساس إن في بعض الأشياء على أساس بما أنا استخدمت df ممكن إني أستخدمها على أساس إن بعض الاتريبيوتس والموديولز الميثود سوري الميثودز اللي ممكن أستخدمها على df، ممكن أستخدم df shape سوي لها run. شو مقصود في الDF shape؟ أنا أساس يحسب لي كم column معاي وكم row،
فالرو عندي أنا أساساً عبارة عن 16,598 والكولوم عبارة عن 11 بدل ما أجلس أحسبهم بروحي. هو أساساً لما طلع لي إياها أساساً طلع لي إياها هنا، بس ممكن أنا ما أحتاج هذه الطريقة أني أنا أسوي، ما أكون أسوي هذه الخطوة هنا، بس كتبت هذا وكتبت هذا مباشرة بدل ما أفتح أنه مثلاً أكتب DF ويفتح لي إياهم ويطلع لي في آخر آخر شيء هنا عندي على أساس أنه هي 16,098. أوكي، في أيضاً ممكن أستخدم DF.describe. هنا لما سويت enter df describe أعطاني بعض المعطيات، وهذه المعطيات يعني مثلا عندي أنا مثلا هنا عندي rank. أوكي، الرانك عندي أنا كcount بالنسبة للcount إن أنا مثلا طلع لي إياها هي نفس الرقم اللي هنا 16,598، يعني إن الرانك الكولم تبع الرانك كل رو أنا مسجلة حاجة، يعني مطلع إن الأرقام هذه كلها موجودة، يعني الرانك هذا كان الأرقام هنا موجودة كلها، سوري اللي هو الون هنا هذا الرانك لحد آخر حاجة موجود، يعني ما في عندي سل فاضية ما مكتوب فيها. لما نجي على الكاونت على أساس الير طلعت 16,327، معناته إن في بعض الروز هذا الكولم اللي هو النيم هنا أو اللي هو شو هذا كان الير، وين الير؟ هذا الير. أوكي، في الير هنا بعض الكولمز مكان ما مكتوب فيها أي إنتري بهذه الطريقة. فهذا أنت ممكن على أساس سهل عليك العملية أنك تعرف أن في أماكن في السيلز ناقصة في أماكن. أيضا هنا على أساس يحسب لك المين المتوسط، المتوسط بالنسبة للرانك ما يأثر عليه بحاجة، لكن المتوسط بالنسبة للير أوكي، المتوسط يظهر لي أن في سنة 2006 كان المتوسط للسيلز بها أن كان أقص، يعني المتوسط في هذه السنة كان يعني أعلى شيء. هنا مثلا بنفس الشيء، يعني هذه كلها قراءات description أنت ممكن تحتاجها بدل ما تجلس تحللها رو باي رو وكولوم باي كولوم وتحسبها وكالكوليشن وإلى آخره. هذا هنا عندك أنت أساسا مباشرة عندك اللي هو الكود يحسب لك إياها مباشرة ويطلع لك هذه البيانات. وصلت الفكرة؟ نعم واضح. هل في طريقة we can translate هذا الداتا إلى graphs for example؟ Yes. في طرق. هل ممكن نأخذ example مثلا على هذا الداتا؟
دكتورة يبدو أن عندها مشكلة أو شيء برضه ممكن ننتظر شوية. سمعوني؟ هنا عندك روانة. أيوة الحين. So كنا نتكلم على أساس اللي هي ال DF ومن الأشياء اللي ممكن بعد نستخدمها في DF اللي هي DF value. كنت أسأل دكتورة بخصوص إذا if we can translate the data to graphs. Yes, we can do the graphs. نسويها إن شاء الله. ليش df.value ما تحتاج أقواس؟ لا ما تحتاج أقواس، يعني حتى عندنا مثلا values وليس value. هنا على أساس اللي هي تظهر لك مثلاً على سبيل المثال اللي هو رقم واحد كانت اللعبة اللي هي وي سبورت، رقم اثنين كانت سوبر ماريو إلى آخر كل البيانات عنها طبعاً. هذا على أساس اللي هي ترتيب الألعاب وكذا وإلى آخره، لأن إحنا كانت هي قراءات أساساً على أساس اللي هي الجيم فيديو جيم سيلز، فظهرت هي رقم واحد كانت بهذه الطريقة بالنسبة للفاليوز. بالنسبة للسؤال السابق اللي هو على أساس اللي هو if I can مثلاً على أساس إني أنا drawing graphs، طبعا نحتاج بعض اللايبراريز. ارجع على اللي هو script install pip install على سبيل المثال. ننزل هذا اللايبراري اوكي، وانا نزلتها لازم اني انا اسوي لها امبورت. امبورت نمباي، انا منزلتها سابقا نمباي از ام بي، وراح احتاج اللي هي روم
احنا ايضا محتاجين. هذا نحن محتاجينها كلها على أساس تسهل علينا العملية. ممكن أيضا ممكن يعني بما أن نحن سميناها DF equal ما ناخذ كل الداتا، نجرب ما ناخذ بعضها 3000 مثلا من الداتا random state equal مثلا 420 على أساس ما أخذ كل الداتا وأسوي لها راننج وكذا، سهل لي يعني. حتى هنا ممكن إني أنا أسوي مثلاً df df مثلاً تشوفوها على أساس info هذا طلع لي إياها على أساس as general information الكولومز وإلى آخره في هالأشياء. عاد ممكن إننا نحن نجرب، خليني أجرب هنا أولا على أساس أي مسمى أي حاجة أسميها، أحط على أساس الفيجر مساحة الفيجر الويد تبعها يكون مثلا 800. طبعا هذه أرقام يعني مثل ما ذكرت لكم أنكم ممكن تغيروا فيها وتعدلوا فيها. والهايت يكون مثلا 400 هنا طبعا يختلف الشكل اللي تريده، مثلا في سيركل اوكي دوت سيركل على سبيل المثال. هنا احدد اللي هي ممكن اسمي مسميات على اساس مثلا على اساس مثلا اللي عندنا نحن في الجداول كله هذا شو عندنا هنا ممكن اسميها على اساس الران كولير بدنا اسميها الداتا rank. على أساس الـ X والـ Y يعني بشكل عام. وعندنا data ما أننا نريد أحولها إلى على أساس إحداثيات data مثلا شو قلنا year okay. مثلاً size نحط لها size in general equal 20 مثلاً
الكالر. مثلا بلو. بعدين أكتب شو خطأ data is not defined. مو بديتا هي أساسا، أنا ما عرفتها على أساس اللي هي df. sorry df. هذا مثلا كفيجر بشكل عام. وضحت الصورة؟ طبعا أنا أخذت بيانات عشوائية، ما أخذت حاجة يعني ما لها هدف، يعني أخذت كذا يعني. يعني ممكن أنك تتحدد مثلا تريد مثلا عدد الرانكس مثلا للير معينة، أو مثلا between years يعني مثلا من 2000 مثلا من هي أعتقد من 1980 هم حاسبين، ممكن نحسبها من 2000 إلى 2015. وممكن تاخذ القراءات مثلا على حسب اللي هنا وينه وين احنا فاتحين هذا. اي واحد فاتح هنا هذا ايه، يعني هنا القراءات اللي عندنا ممكن ان اسوي مقارنه بس بين الرانك مثلا وبين المبيعات في هذا في يوروب. اوكي، فانا اشوف الفرق بين الرانكس between those two. بس أنا اخترت مثلاً اللي هو الرانك تبع الير، الرانك والير. طبعاً الأشكال ممكن تتغير، يعني أنا حطيت على أساس سيركل، هنا كتبت سيركل، ممكن أغيرها أساساً. طبعاً هذا يعتمد على المطلوب أساساً، شو الهدف اللي تريد توصل له. وضحت الصورة؟ واضح. نعم أيوة، شكراً. يعني ممكن انك تعدل عليه، ممكن تخليه بار شارت، ممكن تعدل اشياء كثيره عليه، ممكن حتى تغير الالوان. هذا بالنسبه لي الفا ترمز لويش، والله ما اتذكرت بالصراحه، بس انا اتذكر انه لازم اكتبها، بس ما اتذكر شو بالضبط. اعتقد هي التشبع باللون. ما اذكر، بس لازم this format يعني. لا هذا شوف أنا استخدمت، لأني أنا استخدمت شو اللي استخدمتها، استخدمت هذه اللي هي بالنسبة اللي استخدمت اللي هي هذه library. أوكي، بس هي بشكل عام بهذه الطريقة in general، يعني بطريقة أو بأخرى بنفس الطريقة تحدد الأشياء اللي أنت تريدها، الكولومز اللي تريدها، الX والY. أوكي، على سبيل المثال ممكن عندك تكون X وY وزد، ممكن تكون أكثر من كذا، وعلى حسب اللايبراري اللي استخدمتها. انا استخدمت هذه اللايبراري، ممكن استخدم لايبراري ثانيه، وهذيك اللايبراري الثانيه فيها صلاحيات اكثر، فيتشر اكثر. ممكن نضيف اكثر على اللايبراري في نفس شو اسمه. اي انا الحين انا كم اضفت باندا واضفت نمباي واضفت هذه، يعني كلها عادي اقدر اضيف عدد اللايبراري، لانك داخل محل وتشتري اللي تريده. Any more question? في عندكم أي استفسار؟ بالنسبة للprediction يعني ويستدي هذا اللي هو face detection. Yeah. لكن ممكن مثلا معنا data and we analyze the data and we need to predict. اوكي، هذا شيء ثاني. اوكي، شيء ثاني. اوكي، انا اعتقد عندي حاجه، لحظات افتح لكم البروجكت. انا عندي كم بروجكت اساسا كنت مجهزهم احتياط حاله ان احتاجنا الى
this is face detection. This one, not this for game. وليس هذا. المهم لحظات بس على أساس إني أفتح لكم الإكسل شيت بس هي ما على أساس هذا. لأن أساسا أنا أعتقد إن بس حاطة فولدر وحاطة. وليس هذا. I created the food Excel sheet حقكم بس أسهل حاجة كذا أسويها Project 3 إيش ليش ظهرهم كذا ما عليه Project 3 Project 3 this one يا هذا أنا دخلت بروجكت ثاني أساساً هذه أنا هذا حاطنها على أساس بس كتجربة إذا كان في وقت إن نحن نسويها أنا حاطة edge